يمثل وزير الخارجية سامح شكري مصر في اجتماعات الدورة 35 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ، فضلا عن التكامل الاقتصادي والاندماج القاري. We'll be right back.